صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم تسعة لسنه 2024 بتعيين مديرين في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه جاء فيه. يعين في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه كل من السيد سنان علي احمد ناصر محسن مديرا لاداره الاحصاءات السكانيه والديمغرافيه السيده سيما احمد محمد المحمود مديرا لاداره التغيير واعاده هندسه الاجراءات الالكترونيه